ويتن وهسه حاليا زهرة تقدم يوميا فقرة مسابقات شهاب على مدار أيام المهرجان، وأزل عندي بالمهرجان السابق كانت تقدم فقرتين، يعني فقرة أنه جولة ميدانية مع الأطفال وفقرة أربح مع أزل. زهورة تعالي، زهرة تفضلي هنا. شلون الزهورة؟ هاي الزميلة القادمة زهرة مقدمة برامج، بديتي كموهبة، احكي لنا شلون طورتي موهبتك. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر كادر قناة الأيام، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا أنا هوايتي تقديم برامج، وبهذا المهرجان، مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني، قدمت مسرحيات على المسرح، يعني برامج أو مسابقات على المسرح. والمهرجان السابق قدمت جولة ميدانية بين الأطفال وأسئلة وأجوبة ومسابقات. عندك أختك أزل، تعالي أزل. أزل أيضا محبة للإعلام، تحب الإعلام؟ زين الحمد لله، وأنت بألف خير. تحبين الإعلام؟ تحبين مقدمة برامج؟ نعم. سوكين. بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء، ثاني شيء نشكر قناة الأيام. فأنا يعني من أنا صغيرة عندي موهبة بالإعلام، فحابة يعني أكبر هاي الموهبة. ما شاء الله، الله يحفظكم بنات. عندك فقرة تفترين على البوثات وتسأليهم أسئلة، مو صحيح؟ شنو هاي الفقرة؟ شنو الأسئلة مواضيعها؟ أنا يعني من زمان كنت هيجي أروح بمولات أو منتزهات أسوي لقاءات ويا الأطفال، أسئلة وأجوبة. يعني هواي عندي فيديوهات، وأنا شاركت بالمهرجان السابق الأول مال للطفل العراقي الأول، هسه هم شاركت المهرجان الثاني. شو طبيعة المشاركة اللي هناية بالمهرجان؟ طبيعة الأسئلة، المواضيع اللي تاخذوها؟ هي أكيد مساعدة بابا. يعني طبعا مساعدة بابا، وناخذ مواضيع يعني ثقافية على الكتب على هيجي. الأسئلة أسئلة تكون دينية، وتكون أسئلة ثقافية، وتكون هيك أسئلة يعني حزورات للأطفال الصغار. يعني لازم هي بالبرنامج أكو فد شيء حلو بي، يعني لعبة حزورة بي هيك. شلون تشوفين الأطفال متفاعلين وياكم؟ حابين الفقرة؟ كلش متفاعلين، حابين الفقرة فد مرة، وكلها تشارك ويانا ما شاء الله. أنا أشكركم زهورة، زهراء وأزل، زميلات المستقبل، إعلاميات من هسه، وعندهم برامج بقناة شهاب. تحياتي لكم للقناة، شكرا جزيلا. شكرا لكم. الله يوفقكم ان شاء الله. عندنا ام ريحانه، تفضلي ام ريحانه. شلونك حبيبي؟ هذه ريحانه، بيا صف ريحانه؟ صف الثاني. ثالث؟ صرت كنت اول هسه صرت ثاني. من تبدل اي من تبدل المدرسه يا صف تصيرين؟ صف ثاني. ريحانه شنو عجبك هنايا بالمهرجان؟ شنو عجبك؟ يعني بالرسم وعلى الوجه والرسم وتلوين. شو ما راسمي ليش على وجهك؟ كنت راسمه بس مو تلطخ مو نشف. نحكي الصراحه حبيبتي ريحانه، انت جيتي انت وماما؟ اي. غير الرسم شنو عجبك؟ عجبني يعني هنا اي المسرح، الممثل شهاب، كل شيء عجبني. ما شاء الله ريحانة، الله يوفقك. شكرا لك، تحياتي لك والماما. شكرا ريحانة، مشاركة حلوة ريحانة. سننتقل وياكم شوية لأمور صحية. السلام عليكم أستاذ، تعرف على السلام. أنا وسلم مناح الخلية العسل فرع الجادرية. غيث أستاذ غيث من مناح العسل فرع الجادرية، شنو تقدمون؟ أنواع العسل الموجودة، شنو التفاصيل؟ نعم أهلا وسهلا. أنواع العسل كلها، الكاليبتوز، البرسيم، السدر، الجبلي، وعسل طبيعي 100% بشهادة فحص مختبري. شلون يعني أتأكد 100% طبيعي؟ نعم فقط بالفحص المختبري، أما الطرق الأخرى هي تكون معرضة للخطأ، ما راح تكون يعني يقولون اللي يتخلى بالفريز يتبلور وما يتبلور، هاي الطريقة صحيحة لو؟ هو فحص بالفريز مو مضمون، ولكن التبلور هو أصلا من صفات العسل الطبيعي حتى يحافظ على فوائده، ففي درجه حراره معينه اصلا هو يتبلور. فغير الفحص المختبري ما يكون مضمون، فقط فحص مختبري. شفت عندك عروض معينه، شنو هاي العروض اللي تقدموها هنا في المهرجان؟ طبعا قبل العروض احنا عندنا تحدي، اذا فحصتوا فحص مختبري وطلع مغشوش هديه 5000 دولار نقدم. اذا طلع مغشوش 5000 دولار؟ نعم، بس شرط فحص مختبري. سعدكم ضمان 100%.
احنا فاحصين جهاز التقيس والسيطره النوعيه وفي جامعه بغداد كذلك. طيب العروض؟ العروض عندنا عرض كيلو 35,000 مع شمع هديه. الحجم ايش قد يصير الحجم؟ تقريبا هو كيلو والنصف كيلو 25,000. خلينا نجي هسه عن المشاركه في المهرجان، اهميه المشاركه مثل ما نعرفين هاي ما يجون الاطفال وحدهم وياهم عوائلهم، واكيد الطفل يحتاج للعسل لانه أنا اللي أعرفه يعني الرسول صلى الله عليه وآله وصى بشرب العسل، يعني العسل لازم يشرب وليس يوكل، يعني حل بمي، ما صحيح؟ أنت تعلمهم بهذه الطريقة وغيرها؟ هو طبعاً بالنسبة للمهرجان بما أنه طفل من كل الجوانب الثقافية الفكرية التعليمية فلا بد أنه تكون الجوانب الغذائية موجودة، وأما بشرب العسل هو ماكو مشكلة إذا يوكل أو يشرب، لعله مثلاً كلمة شرب لها ممكن تأخذ بالأكل يعني ممكن، لكن بالتالي سواء يؤكل العسل او يخلط مع ماء او مع حليب ماكو اي مشكله. طيب انت تنصح الاهالي بان يشترون عسل؟ هل هو مهم للاطفال مختلفه اعمارهم؟ تشوف الاطفال يجون هنا من اعمار صغيره جدا الى مراهقين. طبعا على الاقل يكون عمر الطفل سنه فاكثر، اقل من سنه يضر معدته، يكون سنه فاكثر. وبالتالي هو طبعا اكيد اولا هو غذاء، وثانيا دواء للامراض. وثالثا على الاقل افضل من السكريات الصناعيه اللي هي تضر بالطفل اكيد وبكل يعني اعمار الضر. وهذه دعوه ايضا، بقت ايام قليله على انتهاء المهرجان، تعالوا واشتروا من منحل العسل اللي هي فرع الجادريه موجودين هنا. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا. شكرا لك استاذ غيث، موفقين، شكرا للمعلومات الحلوه اللي ننصح بها بانه العسل يعطى للاطفال من بعد سنه، لانه هي وبعض المواد يمكن خطره للاطفال الا باستشاره الطبيب. السلام عليكم استاذ، شلون الصحه؟ تعرف على حضرتك. خير الله يحفظكم. عز الدين الفياض من محافظه النجف الاشرف. ما شاء الله نورت بغداد. الله يحفظكم، الله يخليكم. زيارتك الأولى للمهرجان؟ أول مهرجان مال طفل نجي بيه، احنا ما جايين للمهرجان الأول، وحبينا نشارك بمشروعنا اللي هو مشروع سيلفر، هي لعبة ثقافية اجتماعية دينية للطفل عن طريق الفي آر وعن طريق التليفونات أندرويد وآيفون، احنا مشاركين بهذا المعرض. أي بوث شو اسمه؟ احنا مؤسسة الأنوار النجفية. عرفنا تفاصيل البي ار اللي هو المشروع اللي هو الافتراضي، اللعبه الافتراضيه اللي راح تطرح يوم 8 محرم. يوم محرم بالضبط، بس انه نحكي اكثر انه على اللعبه هي مو بس بي ار، راح تنزل على اندرويد وراح تنزل على الاي او اس كتطبيق. تمام، انه هي يعني مثل ما قلنا دينيه ثقافيه اجتماعيه للمجتمع، تخص الاطفال من 6 سنوات ل 18 سنه. ننصح الاهالي باشتراء، يعني ان شاء الله هذا مشروع يراد له دعم، لكن الان راح ينزل تطبيق، راح ننزله واحنا نساعدكم بتطويره ان شاء الله. الان التطبيق اسمه للتنويه اسمه سيلفر، اسم التطبيق سيلفر الانجليزي، سيلفر يعني الفضه، سيلفر هو سيلفر حيكون. اوكي، مو اخاف يعني تقصدون غير شيء او سبيلنج يختلف؟ لا سيلفر يعني فضه. خلينا نتكلم على الهدف المشاركة. احنا نعرف كمؤسسة الأنوار النجفية جاية تطرح هذا المشروع هنا بالمهرجان، هدفكم انتوا، انت خلال هذه الفترة عايشت المهرجان كضيف ايضا وشفت الإقبال الأهالي، أهميته للأطفال وللعوائل، يعني أهمية اليوم الطفل بدأ يعرف شنو ثقافتنا، للأسف بعض أطفالنا ما يعرف ثقافتنا، ما يعرف شنو اللي عندنا، ما يعرف ثقافة بلده شنو، فاجى هنا شاف الثقافة مال بلده، اطلع على أشياء إنه هو ما كان يعرفها، أنا واحد من الناس يعني إنه شفت فد أشياء يعني ما كنت شايفها حقيقة. استفاد أطفالك، الأطفال أهل؟ أطفالنا، كل الأطفال تستفاد من هذا المهرجان. شنو الغريب اللي أول مرة شفته؟ يعني أنا الغريب إنه الوزارات كان لها دور فعال هنا، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، يعني هواي اكو فتضافوا فتشي يعني هنا اشوف، يعني هذا اللي كان هو الملفت، يعني ما كنت نعرف انه وزارة الثقافة انه عندها شيء يخص الطفل، لا عرفت انه اكو ثقافة للطفل، وزارة الصحة نفس الشيء بعد هي اللي صحة الأطفال، يعني وزارة الداخلية نفس الشيء، يعني اكو هواي أشياء انه لفت نظري بهذا الموضوع. شكرا استاذ، موفقين، شكرا جزيلا، الله يحفظك. شارنا مواضيع مهمه جدا بدعم الوزارات لمهرجان الطفل، واكيد الوزارات لها دعم للطفل وبها جوانب مهمه ناحيه مثلا وزاره الداخليه، الجوانب الامنيه وغيرها من الصحيه ايضا الثقافيه. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله وبركاته. انا علي من الحله، ابو مصطفى. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير ان شاء الله. هاي اول جيتكم؟ اول جيتنا صراحه، وفد شيء كلش حلو، تشجيع للاطفال يعلموهم
الآداب، الدين، الرياضة. كنتك مو مال حلة. حلة إيه حلة، بس أنا أصلي يعني من الغربية. من أقول اللهجة مو مال حلة. نورتنا، رأيك الله يحفظك. والله شيء حلو ومشجع، والأطفال جدا تونسوا، والوقت دا يمشي بسرعة هنا. أنا إيه والله نتمنى يظلون أيام بعد أكثر. شنو اللي لفت انتباهك؟ شنو الشيء اللي عجبك وعجب مصطفى؟ يعني أكثر شيء هو يحب الرياضات القتالية، جماعة التايكواندو والأكاديمية آصل. إيه وكرة القدم هم شافهم حلوة، بس إحنا نتمنى يفتحونا بالباقي المحافظات. كرة القدم سألتهم قالوا إحنا بس ببغداد هنا. نتمنى إنه لهم فروع ثانية. طبعًا يا ريت يا ريت، الطفل يقضي وقت فراغ العطلة مالته بيها. أنا أصبح الشارع شوية مصدر خطر على الطفل. يا ريت أكاديميات تلمهم ويعني يقضون وقتهم بيها. إيه. وبنفس الوقت الطفل من يقضي وقت فراغه ويتنشط دماغه بالمدرسة يكون مستعد أكثر يعني. العطلة الصيفية الولد يستفاد. طبعا هي يقول لك صحة الأبدان بصحة الأذهان، يعني الجسم السليم بالعقل السليم. مصطفى شنو عجبك هنا ماما؟ شنو عجبك أكثر شيء؟ أكثر شيء عجبك؟ الطوبة والتايكوندو. أنت تحب الرياضة؟ من تكبر شنو تصير؟ لاعب. لاعب يا لعبة بالضبط؟ كرة قدم. كرة قدم. هو حاليا مصطفى فريق مال كيك بوكس عندنا بالمنطقة مسجل. الله يوفقه ونطي الصحة، وإن شاء الله نشوفك لاعب بالمستقبل. شكرا مصطفى. ها؟ إن شاء الله نشوفك لاعب بالمستقبل. شكرا. شكرا. شكرا لك أبو مصطفى موفق. الله يحفظكم، أكيد مستمرين وياكم مشاهدينا الأحبة في تغطيتنا هذه المباشرة من أرض معرض بغداد الدولي. يلا تعال تعرف عليك، شنو اسمك؟ محمد. محمد من وين محمد؟ يا من الشهدية الصف سادس. اي ان شاء الله انت ناجح يعني بكالوريا السنة الجاية. ايه شنو عجبك هنا؟ والله كوم شغلات، بس اول شغلة يعني يكون شغلات ثقافية. اي مثل ايش ثقافية؟ مثلا النظارة الواقعية. ايه يعني مثل الار هاي اللي بستها. ايه شنو شفت بيها؟ شفت بيها يعني كطيارة وتكت اللي هو راح تشتغل انت. ايه بالبداية راح تقعد تدرس، بعدين انت راح تشتغل وراح تجمع من هالشغل فلوس وراح تقدر تجيب بيها بيت وسيارة. انت هيك من تكبرها متجمع حتى تشتري بيت سيارة؟ والله انا من اكبر مفكر اصير بالجيش. حبيبي دوي. يعني انت طموحك تصير بالجيش. الجيش للحشد. طبعا الفرقة الذهبية. بالفرقة الذهبية. شلون المستقبل يفكر يعني تدخل لكلية عسكرية؟ ضبط. ايه ايه. تصير ضابط؟ ايه على الاقل اذا اموت موت شهيد. يا حبيبي طول العمر إليك. شو. شكرا ماما موفقة إن شاء الله. هاي الأحلام الأطفال يا عيني، الله يحفظكم يا ربي. ناخذ فاصل وبعدها نكمل وياكم. دينا أنا هسه مع استشارة مجانية من مدرسة أفق الدكتورة سارة، وأحد الأهالي جاي يسأل على اللي يقدمون خدمات في المستشفى. مدرسة كنا نسويها للطلاب. شنو تقدم لنا النشاطات اللي هي بالمدرسة؟ احنا هنا طبعا نقدم نشاطات طبية ونشاطات تخص مادة الأحياء، كنا نقدم لهم إياها بطريقة عملية يعني يشوفوها. فإحنا جايبين نموذج بسيط طبعا من الإمكانيات الموجودة بالمدرسة. خلي تكمل. لا عفوا. المجهر يعني عندنا سلايدات مختلفة، كلها أكو يعني بعض السلايدات الطلاب يحضروها جاهزة. فصائل الدم، تحليلات يعني عندنا متنوعة. هنا كلها عملية تجرى بالمدرسة. ايه والطلاب هم يتعلمون واحد على الثاني. علمناهم. متقبل من بعض الطلاب على المادة هذه؟ ايه كلش يعني متقبليها وحابيها، وهم يجون يتعلمون بيها بأوقات فراغهم مثلا من يصير عندهم دروس شواغر. هاي كلها نسدها احنا بمواد إثرائية. تعلمناهم على جهاز الضغط الإلكتروني والزئبقي، جهاز قياس السكر، شلون يستعملون المجهر ويتعاملون وياه، اختبار التحسس. يعني احنا مثلا عندنا ابسط شيء حساسية البنسلين. هواية صايرة. ايه نعم كلش هواية صايرة يعني حالات تحسس، سامعين مثلا واحد ماخذ ابرة وميت بيها. فاحنا علمنا طلابنا شلون حتى هاي الحالة يتجنبوها. جبنا لهم مانتو سرنج ابر الانسولين، وجبنا لهم مي مغذي يعني مو فد شيء حقن حقيقي زين، وقلنا لهم علمناهم التكنيك حتى قبل يستعمل الابرة ويحقنها لاي احد جربها على الجلد اول شيء.
بعدين يعرف ينتظر نص ساعه يشوف اذا هو حساس لها او لا، وبعدين وراها يحقنها. وايضا علمناهم مهارات الحقن، شلون يخلون الكانيولا وهذه الاشياء كلها عمليه. هاي انتم عندك عندكم من ادوي العلمي او التطبيقي اللي اخبار صار عليها؟ عندي ثلاثه احنا نركز عليهم. اكو طلاب اللي جاي من ادبي طبعا احنا نبدا اول شيء نشرح له اوليات واشياء مهمه، يعني بحيث راح يفهم يعني الماده زين، وهو اصلا يستجيب. يعني حتى اكو هوايه طلاب يعني غيره من الادبي للاحياء او شيء، لان شافوا هذا انتنشن عليه اكثر يعني، فحبوه يعني حولوا. انتقلوا من الادبي للعلمي لان شافوا المواد العلميه حلوه زين، الدراسه صعبه شلون انتقلوا؟ اي صاروا يعني كلهم نجحوا يعني، اعرفهم من الطلاب بالعكس بدعوا بالمواد يعني. طيب شنو رايك بهاي الافكار؟ العلمي يعني فشي صعب، فشي قافل ما يقدر يدخل له المجال هذا، بس من شاف المجال ودخل فيه شاف العملي اكيد شاف شيء مبسط وينحب شيء ينحب. نعم. اسالك شنو رايك بهذا المهرجان يقدم هذه الخدمات للناس؟ يعني انت اخذت معلومات، ما كنت تتصور انه اكو مدرسه عندها هذه الفقره؟ بعيد كل بعد عن تصوري، احنا قبل ايام كنا نصور هنا، ما توقعت هيك مجال هيك تطبيق بهيك مهرجان، شيء حلو هذا، هذا يعطي طابع او رغبه للطلاب ان يدخلون هذا المجال يمتهن او يمتهنون هذا الشغله. هي حلوه شوي، مو انا هي انسانيه لكن هي جميله ممتعه. اوكي اكتفيت بالمعلومات ام تسالها بعد؟ لا ما عندي شيء، المايك لكم بعد. شكرا شكرا لك استاذ، اكيد ان شاء الله سيرجعون حتى ياخذون تفاصيل المدرسه وعنوانها وكل العروض. مرحبا ست ساره. دكتوره ساره اهلا بيك. انت ست وبنفس الوقت دكتوره، ليش الفرق؟ لانه انت تعلمين بنفس الوقت، انت معلمه ودكتوره، يعني ما اعرف شلون اسميها بعد. صحيح، وحتى الطلاب يعني تعلموا يصيحوا لي ست بعدين. دكتوره ساره هي اختصاصها طب اسنان، والان بالاضافه الى عملها في الحكومي تشتغل بالمدرسه تقدم هذه الخدمات العلميه للمدرسه. احكي لنا الفقرات ذكرتيها انت، ما عدا ذلك شنو تقدمون بالمدرسه؟ احنا عندنا الاسعافات الاوليه دائما ننطيها للطلاب، تقريبا كل المراحل تاخذ عنها فكره، هي هاي اهم فقره يعني. صحيح. انه الواحد شلون يتصرف اذا تصير حاله اختناق مثلا، حاله تعرفين الغيبوبه، هاي دائما كل شويه تتكرر. نزيف انف، اي شلون يتصرف، نحفظهم رقم سياره الاسعاف اللي اغلبنا ما نعرف اصلا شلون نخابر على الاسعاف ونستدعيهم بالضبط، شو وقت يخابر على النجده، شو وقت يعني ينقل المريض بسيارته. لأن صارت حالات بالمدرسه يعني جوز صارت اسعفوهم شنو؟ اي والله يعني صارت فت حاله طالب ايده من هنا انقصت يعني فت حادثه، ووقتها يعني كانت امرجنسي فنقلناه راسا للمستشفى وسوينا له سوتشر. هذا شلون يتعامل مرات من طفل يؤذي طفل، يروحون يلومون الطفل اللي اذاه يعني، ما يروحون يسعفون الطفل اللي تاذى؟ هذا اذا اشوفه بالمدارس يعني متوفره خدمات طبيه وموجود طبيبه وطبيبه اسنان بالمدرسه، فهاي الاشياء اي نعم هاي الاشياء احنا يعني من تصير يعني احنا نحاول نتدارك الموضوع ونعرف شلون نتعامل ويا الطفل اللي أذى هذا الشخص يعني عن طريق النصيحة. وطبعا هي كلش نادرة تصير عندنا، هي يعني كاميرات مراقبة ورقابة قوية كلش على الطلاب. أنا شفتك قبل نطلع جو أنه علمتي الأطفال غرز عندها مادة خياطة الجروح. أي هذا جلد، هنا عندنا نموذج سيليكوني طبعا، وهنا عندنا نيدل هولدر، هنا النيدل كورد، هاي كلها نعلمها للطلاب. هو طبعا هذا تخصص طبي يعني بحت يعني، فالهدف منه انه هو يشوف المجال هذا وانه يعرف شلون يسويه يعني من الضروري، بس ما نقول له انه انت تتدخل بهاي الحاله وانت تخيط، هو مثلا ما عنده تخصص من ضمن الامور الطبيه يعني. بس نعلمه شلون يسوي اسعاف اولي يعني مثلا يوقفه للنزيف، وبحاله لا سمح الله انه صدق نثبت الابواب فهو راح يعرف. شلون انت هسه حاجز المدرسه والمستشفى او المكان اللي تعملين به، جيتي هنا بالمهرجان شفتي عوائل جاي هم والاطفال، شفتي هذا الموضوع فادك انت يعني من انطيتي معلومات شفتي يعني؟ طبعا انا كلش احب يعني ننطي معلومات عامه، بالاضافه الى ذلك احنا بمدرستنا يعني دائما نسوي فد معارض، يعني كل حفل او فد نشاط نسوي معارض، هاي المعارض يلزموها الطلاب،
تشوفين شغل الطلاب، طالب دي يعلم طالب شلون يقيس الضغط، طالب دي يعلم طالب شلون يسوي تحليل السكر، طالب دي يعلم طالب شلون يسوي هنا سوتشر جراحي او ينطي مثلا حقن وريدي او عضلي، هاي كلها نخليها بين الطلاب يعني، واحنا رقابه نباوع يعني نشوف، احنا متاكدين انه هاي طلاب اختاريناهم نخبه، بس ايضا احنا نتواجد وياهم ونشوف شغلهم ونشوف شلون واحد يعلم الثاني، نقلون الفكره. الطلاب عرفتوا لهم نوع الدم مالتهم؟ اي فصائل الدم سويناه تحليل الفصل. انت اشوف عندك هذين ال اي السلايد ما اقدر الزمهم لان كل شيء معقم. اي اي فاي يعرف فصيله الدم مالته. اي اي يعني هم يسوون التحليل وهم يعرفون شنو النتيجه مالته. والسالب والموجب وحتى لو اطفال لازم يفهمون هاي الطريقه اللي عندهم اياها حتى بالابتدائيه. سوينا هذا النشاط وفنا وين ندرسها بالاعداديه يعني ندرسها بالسادس بعلم الوراثه بالعلمي الاحياء ناس بس مثلا مقبلين على الزواج هسه يعرف فصيله الدم يعرف. اي صحيح فهاي شويه تكون صعبه يعني. صحيح يعني لازم كل طفل يعرف ويعرف من يعني اول ما ينولد هو لازم فصيله الدم وياه واي الناس ممكن ينطونا دم والعكس واكو فد شيء غريب يعني شفت هوايه عبالهم الفصيلة المكتوبة بالهوية هي هاي الصحيحة. صحيح دائما يكتبون أم وجب. موجب. فهم ماشيين على هاي ليش والله أنا هويتي مكتوب بيها فلان شي وانصدموا من شافوا غير نتيجة. موضوع كلش كبير. أن يكتبون فصيلة بالهوية مو هي مو الفصيلة يعني زين ليش يكتبوها إذا هي مو حقيقية. صحيح فهي هنا مشكلة هاي كانت يعني يقولون يجاوبون بثقة بس بعدين ينصدم لا شلون ويجي. أشكرك دكتورة سارة موفقة إن شاء الله الست والدكتورة سارة في مدرسة أفق طبعاً هذه المدرسة قلنا هي مكانها بالمنصور عندها مجموعة من هي تأخذ من أي صف هي ابتدائية طبعاً وروضة عندنا وحضانة فيها ابتدائية ما بيها متوسطة وإعدادية موجودة متوسطة وإعدادية للبنين والبنات حلو متوسطة وإعدادية موجودة بيها هي شاملة ثانوية يعني كم هي الإعدادية والثانوية الثانوية هي بنادي الصيد أصلاً للبنين البنات بالداوودي والابتدائية صاير أيضاً اللي تعرفون تفاصيل أكثر العروض المدرسة الصيفية الموجودة حالياً الدروس اللي يقدموها كلها هذه موجودة وين؟ في هنا بالباقي ثلاثة أيام يوم الاثنين إن شاء الله صحيح؟ آخر يوم تعالوا للمهرجان تعرفون التفاصيل أكيد مستمرين وياكم شان الأحبة السلام عليكم شكراً دكتورة سارة الله يحفظك السلام عليكم أنا مرحبا أنا بلال إبراهيم من بغداد يا أهلاً وسهلاً هاي أول مرة جيت المهرجان يعني هذا الموسم أول مرة بس العام مش أجينا يعني. شنو اللي تغير عن العام شنو اللي شفته تغير والله يعني مشاركات أفضل وأكو يعني شغلات متطورة يعني أفضل من العام شنو اللي استفاديته دا أشوف اشتريته والله إيه يعني ذني الألعاب للأطفال ومشاركة أولادي يعني بذني بعض الألعاب اللي افضل من الالعاب اللي دائما هم بال يعني الالعاب اللوحيه بالموبايل والهذا شويه هاي تنمي مهاراتهم العاب فكريه بالضبط وهذا فلهذا احنا فضلنا نشارك يعني ونجي نشتري من هنا نسوي ابنك كبير يعني اي عندي بنتي هسه هناك قاعده تلون اي نعم اي عمرها 8 سنوات تلون وانت تفترون بالضبط اي يعني هو هي هاي الشيء الحلو انه اكو مكان للتلوين زين هي تندل انتوا وين او هذه يعني بالضبط اي نعم اي اي كلش حلو نبهتوها احنا وين حتى ما تضيع بالضبط اي هو نفتر ونباوع عليها كل ساعه هذا وقبل شوي هم كانت اكو مال العاب للاطفال يعني مال السحر وهي شغلات بسيطه وحلوه اي نعم المصري البوث المصري لا يمكن عراقي يعني مال شغلات السحر هي شغلات حلوه وهذا هم للاطفال ويا حبوا وحزورات وهيك يعني اي نعم اي اكو فقرة التلسكوب لابنك ما دام هو كبير فقرة التلسكوب موجودة هنا اللي اكو مجموعة من الاطفال مهتمين بعالم الفلك سووا لهم منظمة خاصة بهم وعندهم تلسكوب حتى يشوفون مجموعة النجوم وبالليل راح اذا تبقون راح يطلعوه برا هاي بالليل يعني ان شاء الله هم موجودين معلومات اكثر اذا يحب عالم الفلك هو تمام هسه نشوفها ان شاء الله اي نعم اشكرك اني وكل عام وانتم بخير وبارك الله بكم نشكركم الله يسلمك الله يحفظك ويحفظك كريمه مثل ما شفنا مشاهدينا الاحبة فقرات منوعه جدا للاهالي ويانا ست خلينا نتكلم مع ست المعاونه في مدرسه افق السلام عليكم السلام احنا التقينا قبل ايام
شنو اللي يتغير عندكم؟ شنو اللي زادكم مثلا للمدرسة، معرفة من الناس، استفاديتوا من المهرجان أم لا؟ أول شيء أحب أقدم تهنئة للمهرجان الطفل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأحب أقول لهم كل عام وهم بألف خير، وكل عام وأنت بألف خير، وكل الأطفال اللي بالعراق كل عام وهم بخير. ومدارس صفق الأهلية هم تقدم تهنئة للمهرجان والمعرض اللي قدموه خلال هاي الأيام، وعاشت عيدهم كان عمل مبدع، لأن كل شخص قدم اللي عنده للطفل من ناحية الكتب، القصص، الألعاب، كل هالشيء مفيدة للطفل وتنشئ تنشئة صحيحة. اللي استفادينا يعني من خلال المهرجان هاي الأيام توافد أعداد كبيرة من العوائل من كافة المناطق بغداد، من الكرخ، من الرصافة، يعني يوم بعد يوم بدت الأعداد تزيد، ودا نستفاد من خلال أسئلتهم، دا يتوجهون، دا يطلعون على، يسألون عن المدارس، عن الكتب، كل شخص اللي موجود عنده دا يسألون، دا يسألون، وهذا شيء كلش مميز، لأن دا يلجون للشيء الصحيح. إحنا بس هدفها ننمي الطفل، نوعي الطفل من خلال الألعاب، من خلال القاعات الرياضية، ننمي الطفل من جميع الجوانب الفكرية الرياضية، وهذا شيء أساسي حتى تكمل العملية الصحيحة للطفل من ناحية التنشئة. إن شاء الله إذا استمر المهرجان سنة القادمة شاركوا؟ أكيد، إحنا طبعا مدارس أفق سباقة بهذا الموضوع، كل سنة بأي مهرجان سواء داخل أو خارج يعني المدرسة نشترك به، ضمن قاطع مديريتنا أيضا نشترك، لأن إحنا دائما الأشياء اللي تنمي الطفل، توعي الطفل، إحنا مشتركين بها بالمقدمة. أكيد موافقين. صدق شكرا جزيلا. شكرا لك، الله يحفظك. تعالي، شو اسمك؟ زنوبة. أنت مشاكسة؟ ها؟ أنت مشاكسة؟ لا مو مشاكسة. بس تجي تحكي وياي وتروح. زنوبة تحبين تعملين بنت كبري؟ رسم. تحبين تصير رسام؟ حسيت عندك موهبة رسم؟ ايه، ارسم على لوحات مثل احصنة. ها، ترسمين احصنة؟ زين شلون طورتي، شلون قدرتي يعني؟ كنت ارسم الامام، ايه، صارت مثل ما نقول معجزة، فبعدين قمت على الاحرف هاي، وبعدين قمت ارسم على لوحات الضوء. عيني فقط. اكثر شيء ناتح أكثر شيء تحبيه وتروحين تلعبين به؟ يعني الألعاب، النظارات، سوها البيئة. البيئة. إيه. ساعة تروحين تشوفين. إيه. فيلم جديد. أي. شنو ينزل فيلم؟ تشوف. أكيد راح نكمل وياكم بعد. حبيت مشاهدين، أنا وياكم أكو فقرة كلش حلوة اللي هي أنا نبتة اللي تكلمنا عليها قبل كم يوم مع مجموعة نحية. حياتهم طيبة. اليوم الأطفال اللي هم من عوائل ذوي الشهداء، يا أهلا وسهلا عليكم. نعم. منظمة فرع الرصافة الثانية. يا أهلا، احشونا شلون جسدكم بأنه يجمعون الأطفال ويجيبوهم للمدرسة؟ يعني نولي اهتمام هذه الشريحة، يعني باعتبارها أنه شريحة تقريبا نقول احنا متناسين عنها أو غير. اليوم جتنا دعوة من منظمة، من مؤسسة الحشد الشعبي، لبينا الدعوة، جبنا لهم أطفال شهداء الحشد الشعبي يشاركون بهاي المهرجان. ما شاء الله عليهم، يعني تفاعلهم، تفاعل حلو. نعم. الأفكار كانت كلش حلوة. نعم. تربوية، مهارات، وأيضا يعني الأفكار الإيجابية يعني يطرحها المجتمع. تقريبا 21 طفل وجبة أولى، إن شاء الله عندنا باكر 35 طفل. طب نهاية المهرجان بس هاي؟ لا، احنا مو باكر. حبيبتي شو تريدين؟ شو تريدين؟ مستحت بدوة. نعرف انه الطفل الشهداء صعب يوصل لعادي ابوه قارب ممكن يوصل للمهرجان. انا احييكم على هذه المبادرة الحلوة، جبتهم ان شاء الله باكر. هذا اكيد. بالعيد يعني ما اي صح يعني يروحون موجوده، لكن هذا شويه تغيير، شيء جديد يستفيدون منه. اكيد افكار كلها مهارات. عن الموبايل، الالكترونيات اللي هم اعتادوا عليها، اصابت الاطفال بالخمول، يعني خلي
يعيشون الطفلة. مودي قد عمرك نا أمام الكاميرا بالله؟ واضح يمك صح؟ قد عمرك ماما؟ 9. 9 سنوات. هاي شنو النبتة مالتك؟ زرعتها أنت؟ شنو شنو ايش مكتوب عليها؟ ايش قالوا لك؟ ما قالوا شيء. ما مكتوب عليها انا نبته؟ وين؟ هاي مكتوب عليها هذيك باع هسه اللاصق تروح تاخذه وتلزقه هناية. هاي شنو تحتاج حتى تعيش محمد؟ مي وشمس. مي وشمس يعني ما تخليها بداخل البيت؟ لازم برا. وهاي تكبر من نوع معمره يعني تصير شجره كلش. ايش اسمك؟ ليان. ليان ايش قد عمرك ليان يا صف؟ رحت للثاني. رحت للثاني ما شاء الله. طاش نبتي زرعتيها؟ ايه. ايه لا مو زرعت لزقتي. ايش سويت؟ لزقتي عليها زين. هاي شنو تحتاج حتى تعيش هاي النبته ليان؟ يعني ايش شلون تعيش يعني شلون اخليها تعيش؟ شلون راح تعتنين بيها بعدش ما سمعتي من يومهم؟ تخليها مي وتعرف الشمس تخليها برا او على الشباك حتى يوصلها الشمس زين ليونة؟ ايه. يلا حبيبي تعال قعدي. دائما عليها زرعات تحط يعني تحطون مي وتحطون على الشمس يعني. تحياتنا الماما سلمينا على ماما هوايه ام ليان حبيبتي اكيد مستمر وياكم اطفالنا الحلوين دي يتعلمون بعناية النبتة اللي هي كاتبين عليها ملصق كلش حلو. بلنطوني هذا الملصق اللي اشوف اقرا. اعطيني يا ماما. اي هذا ياخذون هذا الملصق بي مكتوب انا كالنبته احتاج الى الماء والشمس والتراب مو صحيح؟ الماء هو حب ربي ونور الشمس هو امامي والتراب هو وطني وعائلتي. هذا كل واحد منكم لازم يقصوا له باع بالمقص هاي تزكها عليها عن نبته. فقره كلش حلوه حيويه بعيده عن الاشياء الالكترونيه والالعاب يستفادون من يمها ويعتنون بالنبتة. تحياتنا كل عوائل الشهداء. ها ماما شتري اي هاي انتي هماتي انا سيقصوا لك وحده وتخليها على النبتة ماتك. اكيد مستمرين وياكم شاريه الأحبة بتغطيتنا المباشرة من ارض معرض بغداد الدولي وهذه الفقرات الحلوة المنوعة. تفضلي منتظر خلينا نسولف تعالي. منتظر ايضا عندها جانب مهم جدا اللي هو خاص بالثقافي النسوي للحشد الشعبي وفعاليتهم اللي ما شاء الله عليها اقبال كلش حلو باهميتها للشهداء وتقديم هذه الفقرات الحيويه من الرسم. الرسم يعلقوه على الجدران يفهمون الطفل بانه هذه الرسمه رسمت هي ما تهمل او ترمى لا انما تكون على الجدار. فهي مهم جدا حتى يحسسون الاطفال باهميه اللي يقدموه من مهاره الوان او رسم او اختياراتهم لنوع الرسمه اللي يختاروها ويفهموها ايضا بالرسمات ما تكون عشوائيه. مثلا احنا مقبلين على شهر محرم الحرام بعض الرسمات خاصه بمواكب بعض الرسمات خاصه بمقولات للائمه سلام الله عليهم فكلها مهمه ومفيده اكيد لاطفالنا الحلوين. مستمرين وياكم في تغطيتنا هذه المباشره هسه يعلموهم بانه بعد ما انتهت الفقره تشجيع بان يصفقون نفسهم بانه هم زرعوا هذه هم يعيدون زرعها من جديد النبته حتى تبقى مهمه. ام منتظر الشهر. اهلا وسهلا بكم الله يحفظكم ان شاء الله. وانتم بالف خير ان شاء الله الله يخليكم. هم تعبانين. لا ابد ابد يوميه جاي يتجدد عندنا نشاط وهذا من نشوف فرحه الاطفال بهذا المعرض. ما شاء الله. خلال هذه الايام انا ذكرت بانه تجمع النسوي الثقافي اللي خاص بهيئه الحشد الشعبي قدم هذا البوث الخاص ب مجموعة فقرات. شنو اللي صارت هذه المواقف خلال هذه الأيام بقت عالقة بذهنك المنتظر؟ كثير من المواقف بالأخص الرسائل الأطفال للإمام الحجة كتبوا رسائل جدا كانت مؤثرة إن شاء الله يعني فدي شوية تعالي شوفيهم كلش يعني فد مؤثرة أطفال يعني أكو طفلة حاورت الإمام كتبت له أتمنى دائما أشوف هيك شيء على مود استفاد على مود أمشي في طريقك على مود أكون في طريقك يعني فشي كلش مؤثر كان. وشغله ثانيه اكو طفله ثانيه همين اجت من شافت شجره الشهداء وجاي نعلق فيها صور الشهداء وهاي كانت خلوا فتفاحه في فوق هاي الشجره على مود تكون هاي فاطمه الزهراء سموها شجره الجنه يعني فد مؤثره يعني فد
شغلة يعني كلش أثرت بينا يعني هاي الطفلة. كثير من الأمور الثانية حصلت معانا يعني الحمد لله. حسيت توفيق ما شاء الله، حلو أفكار حلوة وهم الأطفال دي يعطوكم أفكار إن شاء الله. أي والله، ونتمنى بعد وبعد إن شاء الله نقدم لهم بالأيام الجاية. هذا شوف الجد مهم إنه الأطفال نهتم بيهم بهذا الجانب، لأن الأطفال المبتعدين عن الواقع انتهين بالألعاب الإلكترونية بالتليفونات بالآيبادات. اليوم الأم صارت تخلص من ابنها تنطيها التليفون وروح، فهذا شيء غلط. هنا جاي نشوف مشكلة هي الأم 24 ساعة تليفونها بيت، هذه المشكلة. يعني يوعى على أم هي عتها تليفون، يعني السبب هذا سبب الفراغ، الفراغ الثقافي، فراغ السياسي، فراغ يعني من كل شيء، الاجتماع من كل شيء. شعبنا ما مثقف نفسه ثقافة الكتاب، قراءة الكتاب. مثلا هاي الأم لو سوفت فعاليات الأطفال خلي يقرأ بالتليفون، ما هسه سهلة صارت، أو حتى فد لعبة مع الأطفال، وهذا ممكن أنه يعني هي تملي فراغها وهو الطفل من يستفاد، طريقة يعني إيجابية تكون. صح. احنا حاليا كل دراسات تقول انه التليفون لازم بس ساعه واحده سواء كبير او صغير، انه يستخدمه فقط ساعه واحده، اذا اكثر راح ياثر على دماغه تدريجيا، راح يصير امراض وراح يصير هواي اشياء، لان هاي شنو هاي الشحنات، شحنات دا تنتقل يعني حسب كلام، هذا علمي مو انا كلامي. حياكم الله على هذه الفقره المهمه، هذه الفقره خاصه بس هنا، ام ان انتم يعني خارج هذا المهرجان ايضا مستمرين بعملكم؟ احنا مستمرين ان شاء الله في عيد الغدير. عيد الغدير راح يكون عندنا مخيم ثاني ان شاء الله، بس راح يكون مفاجاه ما راح نقول لكم. يعني ما تعلنونا هسه؟ لا ما نعلن، بس نكمل ان شاء الله واحنا بخدمتكم ان شاء الله. لكم مخيم خاص ايضا لفئات معينه للاطفال وهذه؟ لا عامه للكل، لكل افراد الاسره. نعم ان شاء الله. حياك الله منتظر، وانتي ما شاء الله مجاهد وهي واقفه على رجلها طول الوقت يعني حتى مع العوائل وتساعدهم والاطفال. انا اشكر شكرا الله القبول ان شاء الله، لو انه فد شيء قليل هذا الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا، حياكم الله. شكرا لكم وللتجمع المهم من هيئه الحشد الشعبي والقسم الثقافي النسوي. أكيد مستمرين وياكم أحبة المشاهدين في تغطيتنا المباشرة في أرض معرض بغداد الدولي. دا تسألهم وين يروحون؟ ها؟ وين يروحون؟ وين يروحون؟ وين يروحون بعيد الأضحى؟ دا تسألهم أسئلة تفاعلية. إيه 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 وين نروح بالعيد؟ هاي هيك يفترون شنو؟ لا 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 وين؟ لا لا هاي تعطيهم جائزة؟ يروحون هناك، يروحون اكو فد مكان. لا 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 من مو ميسر 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 ميسر. راح يعيد السؤال مرة ثانية. وين؟ هنا 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 هنا. عافية ممتاز، المكة يأدون. حلو، بدك تسألهم وين يروحون؟ بالحج. حلو. هاي بعد الجواب يعطوها جائزة. عندنا سؤال ثاني. كم يوم العيد؟ كم يوم؟ أربعة. حلوة يعني أشياء رمزية بس هي تشجيعية وحلوة كلش. زين زين، منو يعرف ورا عيد الأضحى شنو راح تجي المناسبة بعد؟ عيد الغدير، نسيتوا عيد الغدير. عندنا عيد ثاني ورا عيد الاضحى قبل محرم، شنو هو؟ عيد الغدير. لا انت جاوب، انت جاوب بعد انت. لا لا ما جاوب. شنو عندنا عيد ورا عيد الاضحى؟ منو يعرف؟ فقره كلش حلوه. السلام عليكم استاذ، شلون صحتك؟ تعالي نايم تعرف على حضرتك. انا مهندس سجاد عبد الكريم، مدير قسم التخطيط في مؤسسه تبيين للانتاج والتطوير الاعلامي. وسهلا، هدف مشاركتكم في هذا المهرجان؟ والله بداية لازم نعرف العلة من دخول هكذا مشاريع. أي. فأصل هذا المشروع هو فكرة تبلورت بالبداية، لأنه إحنا كمجتمع إسلامي كمجتمع شرقي دخلت الكثير من العادات السلبية لدى الأطفال، كان المدخل لهذه العادات هي عن طريق الألعاب وعن طريق الأدوات اللي تصدرها المجتمعات الغربية، فكان جزء من تمييع هذا المجتمع وجزء من الغزو والغزو الممنهج لهذا المجتمع. فكانت وانطلقت الفكرة بداية أنه نأسس لعمل يسعى للدخول إلى عالم الأطفال من خلال نفس الأدوات اللي نحارب بها،
فدخلنا إلى مجال الأطفال، عرفنا سوينا دراسات كثيرة حول ما يحتاجه الطفل العراقي، ما تحتاجه الفتيات العراقيات، لأنه بالنهاية إحنا ما نستهدف فقط الأطفال، نستهدف الأطفال والناشئة والمراهقين كذلك، نحاول أن نصل بأفكارهم إلى الأفكار الهادفة، الأفكار اللي تخدم هذا المجتمع. بالنهاية إحنا نحاول أنه نصنع جيل ليخدم هذا البلد. وهذه فرصة في المهرجان، إتاحت هذه الفرصة للناس أيضا مشاهدة أعمالكم وأيضا لبث ما عندكم أنتم. كانت باكورة انطلاق عملنا في عالم إيليا، تأسيس ما قبل المهرجان، ولكن الانطلاق الفعلي هو في مهرجان الطفل الدولي الثاني في معرض بغداد. مثل ما تشاهدون الأطفال، احنا هم ردنا نستقرأ ردود فعل الأطفال، ردود فعل العوائل اللي جاية لهذا المهرجان. بصراحة الحمد لله مثل ما تشوفون ردود الأفعال إيجابية وأكثر مما أكثر أصلا مما كنا نتوقع بالبداية. هذا راح يحفزنا على أنه نزيد بالجهد القادم، نزيد بالأعداد المستهدفة بالنسبة للأطفال وبالنسبة لفئاتنا اللي نحاول نخدمها من المجتمع العراقي. تحياتي لكم. والسيد أحمد ما قصر، حماتين شرح لنا في لقاء سابق، شكرا لكم، عن إيليا اللي خاصة بالعالم الافتراضي الخاص للطفل، مجموعة مهمة جدا تستهدف الأطفال من ناحية إنتاجية أفلام وألعاب وغيرها وتعليمية وأخلاقية. والله هي عاشت إيدهم، واتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وأكيد مشاهدينا أحبة، وصلنا إياكم الختام هذه التغطية المباشرة من أرض معرض بغداد الدولي ومهرجان الطفل العراقي الدولي بنسخته الثانية. شكرا جزيلا حسن متابع، وإلى اللقاء.